حسين يا غريب الإمام الحسين زار ولده زين العابدين الزيارة الأخيرة، سلم عليه، سلم مقاليد الإمامة، ثم التفت إليه الإمام زين العابدين، شاهد الدم يغلي على درع الإمام الحسين عليه السلام، قال له: باشرت القتال بنفسك؟ إذن أين عمي العباس؟ قال له: قتل. قال: أين علي الأكبر؟ قال له: قتل. أين القاسم؟ قتل. ثم قاطعه الحسين، قال: ولدي، لم يبق بالخيام غيري وغيرك. ودعه، وقف على أطناب المخيم، التفت إليه، قال: ولدي علي، إذا رجعت إلى المدينة فبلغ الشيعة عني السلام، وقل لهم إن أبي الحسين قتل عطشانا فابكوه، قتل غريبا فاندبوه. سكينة لما وقعت على جسد أبي عبد الله تقول: سمعته من المنحر شي يقول: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بشهيد أو غريب فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي، فأبوا أن يرحموني فسقوا سهم بغي عوض الماء المعين. بنتي سكينة بلغي وياها، هلونا الهادئة، بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي، وبلغي سلام شيعتي، واشكي ظلاماتي، قولي لشيعتنا ينوح على المذبوح. لكن يا سكينة لا تهيجين آلام المحبين الموالين، ولا تخبريهم بالشمر يوم صعد صيدري داس ابن عالة وويلا وإماما، داس ابن عالة ومكن البتار فينا يا حري، قولي لشيعتنا ينوح على المذبوح. بعد ولا تخبريهم بالعوجية اش سوت بحالي، داست على صدري يا سكنة وشالت أوصالي، قولي لشيعتنا ينوح على المذبوح. زور ضريحي عقب ذبحي واقصدوني، وابتشوا على عظم الرزية واندبوني، ولمن شربت الماء يا شيعة اذكروني.